أخبار اليوم. أعزائي المشاهدين، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الانزلاق الغضروفي وإزاي إن احنا نعمل التأهيل الرياضي بتاعه اللي هو يساعد المريض على الاستشفاء منه أو الاستشفاء من جزء من بعض الألام منه، على أساس إن احنا يعني نتلاشى العمليات الجراحية بقدر الإمكان على قد ما نقدر يعني. والتمرينات اللي هنشوفها النهاردة تمرينات على الجزء اللي هو بتاع الانزلاق الغضروفي لأسفل الظهر، واللي هو هيكون بمثابة انه التمرينات والشد للجزء السفلي للظهر. وتعالوا نشوفه عملي علشان نبقى المسألة واضحة لأعزائنا المشاهدين. من وضع الاستلقاء على الأرض، برفع رجل وحط الرجل الثانية عليها وحط ايد واسحب، هحس بشد هنا وفي الجزء هنا لغاية الظهر. والتمرين دوت بنعمله 3 مرات بالتبادل مع الرجل الثانية، ونفس الشد اللي بنحس بيه في الرجل دي هنحس بيه في الرجل الثانية. ده بمثابة أول تمرين لإصابة الانزلاق الغضروفي. تاني تمرين من وضع النوم، بنرفع القدم اليمنى أسفل وأعلى إلى أن يحدث الشد في الرجل، في خلفية الرجل، العضلة الخلفية للرجل الهامسترينج، بالتبادل. وأعزائي المشاهدين، أنا عايز أقول لكم نصيحة، إن التمارين ديت حتى لو ما عندكش انزلاق غضروفي يا ريت تعملها في البيت عشان تقوي معانا العضلات الخلفية كلها. ده كان بمثابة أول تمرين تشوفوه للظهر السفلي أسفل الظهر. ودلوقتي هوريكم تمرين تاني اللي بيه برضو هنشغل أسفل الظهر وعضلات القطنية وتقوي أسفل الظهر. من وضع الانبطاح على الأرض على البط، بتوضع اليد على الأرض والجسم فيه ثبات كامل على الأرض إلا الجذع أو الجزء الأمامي، وبرتفع وبنزل في مجموعات. وده بيقوي معايا عضلة القطنية. وكل دي تمارينات الخاصة بموضوع الانزلاق الغضروفي او علاجه والالم منه. فيا ريت اعزائي المشاهدين، اتمنى لكم التوفيق في كل حياتكم. ودوت كان زي بيان لكل الناس عشان يشوفوا ازاي يأدوا التمرينات في البيت.